واقوى من الدستور الاعراف والتقاليد الدستوريه، اقوى من الدستور. امريكا فيها دستور في 47 دستور، لكن في عندها مئات القواعد الدستوريه. القانون الدستوري في امريكا كبير وعندهم قواعد كثيره في القانون الدستوري، ولكن عندهم دستور صغير فيه الى بعض الدستور. منين جات القواعد الاخرى؟ جات من الاعراف الدستوريه، جات من التجربه السياسيه، جات من فقه القضاء بتاع المحكمه العليا في امريكا، اخراج الدستور واعطاك البعد واعطاك الطبعات مختلفه. هذه تجي امور بالتجربه. اقوى شيء في التجربه السياسيه للشعوب في التجربه الدستوريه هي الاعراف الدستوريه، اقوى من حتى النصوص الدستور. انا عرف بدا يتكون ان المؤسسه العسكريه حافظت على حياتها ولا هي الدور الجمهوري. نشجع ان يتقوى العرف هذا، مش ينحيوا صفته العرفيه ونهزوا للنص المكتوب في الدستور. لانه النص المكتوب هو كي تنحى كي تبدل كي تغير، اللي يكتب النص هذا يتغير. اما خير من اسس الى عرف دستوري ثابت ما ينجم ينبه تحت، لانه العرب ما تنجم تبدلها الا عرب اخرى، والعرب قبلها سنوات تتكون وتجارب مختلفه. يعني فما مستويات كثيره في التفكير في القانون، في التفكير الدستوري والتفكير السياسي. نعتقد انها مش الغرفه.